السلام عليكم، كده اخوان بخير، هانيا صحيحات، وحشناكم بزاف الله الى متالي. ما تشاطناش معكم، تحيه لكم فيما كنتو في اي بلاصه. تحيه اخوتي اللي كيسولوا عليا وسكتوا فينا ديما، شي علاش غبرتي علاش غبرتي اخوتي. والله العظيم ما كاين حتى شي مشكل، الحمد لله. غير شويه ديال الضغط وراك عارف يد وحده، ماشي هي العوين، ماشي هادي. المهم اليوم جيت نهضر لكم على واحد الفيديو راه دار بوم هاد الايامات في تيك توك وفي مواقع التواصل الاجتماعي. هاد الفيديو هادي ديال واحد خينا في مراكش، يقول لك انه تيبيع اللحم ديال العجل ب 65 درهم، اتقى الله لك الزهره، اللحم ما بقاش 110، اللحم ما بقاش 100، وقال شي غلط في عباد الله، وباغي ينوض الفتنه، وباغي ينوض البلباله، وباغي يدير باغي صراحه باغي يدير الفتنه. الناس اللي ما عارفاش راه تقول شو اللحم ديال العجل راه 65 درهم وراك الزهره شفاره، راك ما عارف الهضره اللي كدور ياك خوتي. باش تكونوا مور هاد اللحم هذا، هاد اللحم هذا اللي كتشوفوا قدامكم هذا، راه اللحم ديال البقره ديال 65 درهم ياك. اللحم ديال البقره هذا ديال 65 درهم، والشحمه ها هي كما كتبان لكم صفراء، الشحمه صفراء كما كتشوفوا هي قدامكم، وكما كتشوفوا ها هو الضرع فين هي الفوله، الفوله اللي كتكون عند العجل فين هي، ديك الفوله اللي كتكون عند ليا مرجليه العجل فين هي، باش تكونوا عارفين. هذا راه ماشي عجل، هذه راه بقره دايره 65 درهم، راه فين ما مشيتي راه دايره 65 درهم، راه ما جيبناش شي حاجه ما كايناش. والناس اللي كتهضر على السوق يطيح، ان شاء الله يقدر يطيح، هاكا الا دخلت السلعه هادي، دخلت السلعه وكان السلعه موجوده في السوق، راه بطبيعه الحال غادي يطيح السوق، ما غاديش يبقى داك الثمن. فاش تكون السلعه موجوده راه السوق تينزل شي شويه، وتمناو من الله حنا ما كرناش اللحم اللي تاب 60 درهم ولا ب 65 درهم وكلشي ياكل، وتاب 55 درهم والله ما كرهنا، وتكون يكون عجل حاجه مزيانه. ولكن اخوتي راه الغلا دار، راه تقهرنا حنا الكزار، وراه تقهرنا شحال من كزار سد، شحال من واحد ما بقاش شي حل. المهم جيت نهضر لكم انايا على دخينا هذا. هذا هو الموضوع الاول اللي بغيت نهضر معكم، موضوع مهم باش ما تنوضش الفتنه في البلاد، والناس بدات تدي واحد المغالطات على اللحم ديال العجل. اللحم اخويا هذا راه ماشي اللحم ديال العجل، اللحم ديال البقره كما كتشوفوا، الرجله راه ما فيهاش الفوله، راه فيها الضرع، الصدر، الصدر اللي تيكون فيه الحليب ديال البقره، هذاك راه الصدر. والشحمه راك شتو كي دايره، لاحظ الفيديو بزاف تبان لك الشحمه صفراء، هذه راه بقره فين ما مشيتي راه 65 درهم. بالنسبه للاخوه لواحد الموضوع اخر حتى هو مهم، ان بنادم تا هاد الجزر هذا دار واحد الله يهديه، كاتب العجل 65 درهم معلق البقره، كتب اخويا البقره 65 درهم باش الناس اللي جات عندك تعرف شنو كتشري، راه الله يحسن له. ولكن اللي ما عندوش باغي غريب من الكامل راه يجي يدي من عندك، راه ما كاين فيها حتى مشكل. كل واحد تيمشي على قد جهدو اصاحبي، كل واحد تيمشي على قد جيبو. انت مثلا فرض انه مثلا تتبيع البقره، كتب اخويا البقره ما ديرش العجل وانت معلق البقره، راه عيب اصاحبي. شحال مره تنهضرو هاد القضيه هادي اصاحبي، ما تقولش دير غير شي عجيله سن الحليب، حتى العجله راه ممنوع من تبيعها دابا، من غير الشاروليه والبلجيكيه وفينا وما شحال شحال دايرين، راه تيطيحوا بحالهم بحال العجل ولا اكثر من العجل. باش تعلق البقره ودير العجله صاحبي راه صفي تشرب اصاحبي، والله يهديكم اصاحبي، راه عينا ما نهضروا في هذه القضيه هذي. بنادم تبيع البقره كتب البقره اصاحبي، وانت كتب العجل وكتبيع البقره شارفه، ماشي تا صغيره، ماشي تا عجله نقولوا عجله نقولوا راه بحال بحال ولا ثمن ثمن. البقره تاع الخصاصه صعيبه بين هذا الشيء هذا، الله يهديكم. وبالنسبه لواحد القضيه اخرى حتى هي بقات فيا بزاف، ديك اللجنه اللي تدور في عند دوك واحد حط صندوق البطاطا صندوق الطماطيش، دير الطريف واحد دير التمره دير الطريف لا هو دير علاش سيدي الطريف اصاحبي، واش هو الحل عندكم؟ الحل عندكم من الاخر قاعد تهبطوني حتى للمواطن، واش هو صعيب؟ بداو من الفوق اصاحبي، بداو شوف الناس اللي كتصدر بالقروش واللي عندها مخازين، الناس اللي عندها 40 طن 50 طن كاستوكيها ما تخرجهاش ما تبيناش، اللي عندهم الكوارع عاوتاني دوك اللي عندهم ما عرف شحال 30 كوري ولا 20 كوري عامره بالبقره ما تيخرجوهاش للاحتكار، باش تخرج للسوق تعبر السوق تبدا تخرجها بشويه بشويه باش تخلي السوق ديما طالع شاعل. وهاد القضيه ديال فاش كشوا تمنعوا الضروبه، دخلوا اخويا ديك الساعه ديروا هاد المبادره، دخلوا هاد العجوله هادو وطيحوا في العلف باش حتى الفلاح ما يضيعش، وانتم اصاحبي كتقدوهم لهنا وتعوروهم لهنا، طيح في العلف اصاحبي باش حتى الفلاح ما يضيعش، باش حتى الفلاح اصاحبي طيح في العلف، حتى الفلاح مسكين راه ما غاديش يتضرر حتى هو، عندك يعني دوك خمسه د العجول ولا اربعه د العجول لقى ما ياكلهم بثمن مزيان ووصلهم السوق بثمن مزيان، وانت عرفتي العلف وفين هو العلف؟ حتى العلف خص تحيد منه الديوان، خص تحيد منه الجمارك، ما يتخلصش عليه، خص تدخل السوق اصاحبي، خصو يدخل السوق يكون موجود، باش حتى اللي تيعلف يكون عنده يكون لقى كيدير يعلف. العلف دابا عرفتي فين وصل؟ وانتم دخلتوا مثلا السلعه تنعالجوا مشكل ونديروا مشكل اخر. المهم هذا هو الراي ديالي انايا، وكل واحد والراي ديالو. وتحيه لخوتي فيما كانوا، سمحونا على التعطيل ان شاء الله، قريبا ان شاء الله بدا ندير لكم واحد الفيديو في السيمانه، غير تقات الامور شي شويه، راه مازال مروش شي شويه، عندي شي وراق شي تخربيق شي زرا، داكشي علاش. اما الامور الحمد لله من جهه اخرى راه بخير، اللهم لك الحمد.
وشي قبل ما نختم هذا الفيديو هذا، واحد الحاجه حزات فيا بزاف حتى هي وحق الله العظيم، وتنابت لها بزاف ولا حتى بزاف. مشكل ديال واحد المشكل كبير ولا وحق الله، مشكل ديال الثقه ما بقاتش لحتى هذه القضيه بزاف والله العظيم. الا هكا شفت هذه بعيني، بنادم مشي يشري العدس من البقال، مشي يعبر عند الخطار، شري مطيشه من هذا الخطار، يعبر عند الخطار اخر، شري الليمون من لهنا يمشي يعبر عند الجزار، وكل واحد ثقة ما بقاتش والله العظيم. الا كنت كتوقف في واحد البقال، واحد خينا شاري اللحم شي بلاصه، يجي يقول له عبر لي داك البقال دار فيه، قال له خويا ما تثقش فيه ما تشريش منه، ولا شي عاود قول له عبر لي هذا الشيء راه ما بانليش هو هذاك. ومشكله خويا الناس ما ولات ما كتثقش خويا. مشي شي بنادم دير لك 100 غرام 50 غرام غير خليه يديها، خليه يديها بصحته وراحته، غير خليه يديها، خليه يربح، خبع شويه اللي انت كتشوف غير هنايا، كتشوفي شنو غاتصور انا شنو غاتدي هنايا، خبع خويا شويه اللي عاوتاني تمشي تما تلقى عاوتاني مجموعه واحد الحصيصات، الا كنتي دير شي روينات تلقى بعدا داك الشيء مخبع بعدا دوز به اخويا. هادشي راه ولات الطايره كثير، الثقه ما كايناش. بنادم تمشي يشري منك من لهنا ومشي عبر من لهنا ويشري من قال لي عدس، مشي عبر عند الخطار، عبر لي هذا العدس شحال فيه واش كيلو هذاك راه شكيت فيه، ويقدر كاع يلقاه زايد وافي كاع، ولقى شي كاع زايد واحد شويه فيه، تقول له اخويا ديرو مسمار راك وفيتي معايا. وحشومه هادشي والله الا حشومه، والله الا عيب وعار، والله الا عيب وعار اصاحبي، وعيب وعار اصاحبي. وتكون شويه ديال الثقه اصاحبي، وشويه ديال النيه، والنيه ما بقاش، الثقه ما بقاتش. بنادم ولا تيجي عندك وشاك فيك ودير منك ها حاضي معاك، تقول ما شنو دير معاه، شنو تبيع له، شنو تشري معاه، زعما راه لا حول ولا قوه الا بالله. وهادشي اللي بغيت نقول القضيه خويا راه حتى بزاف، وتنشوف انا حتى كتبوا في الكومونتير المشكل ديال الثقه اللي ما كايناش. وهادشي اللي كاين اخوتي، وسمح لي الا طولت عليكم شي شويه، ولكن المهم هادشي هذا اللي في خاطري انا، راه بغيت نخرج لكم ونشاركوا معكم باش تعرفوا شنو واقع حتى نتوما، ولكن شي حاجه شي جديد، شي حاجه شي تعليق على هادشي هذا، ولا فيت بنادم هكا شاف الطايره هذه كتب لنا خويا، نشوفوا نستافدوا منه حتى هو. وتحيه لكم والى اللقاء في فيديو اخر، وتشكركم بزاف على المشاهده، برافو عليكم، الله يعافيكم.